المجتمع الكويتي دائما ما نسمع بدور الشباب الكويتي في مساهمته في تطوير المجتمع وتهيئة المجتمع لمستقبل أفضل. يعني هذا الشيء الحلو في المجتمع الكويتي هو محاولة الشباب إثبات نفسه وإيجاد من يحتويه لتحقيق طموحاته. وهذا الأجمل، يعني إيجاد من يحتويه. بالضبط. إيجاد من يحتويها، يمكن هذا شفناها طبعا في يعني من خلال كثير من المؤسسات الحكومية، من ضمنها أيضا مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع. في طبعا حاليا هناك نسخة ثانية من دوري الإبداع الشبابي، وطبعا هذا الدوري يعمل على دعم الشباب الموهوب، مها يزيدونهم طبعا خبرات، التوجيه وإلى آخره من هذه الأمور، حتى نصل إلى شباب يشيل هذا البلد في المستقبل ويساعد على تنمية هذا البلد. نعم، شباب يكون فعلا له يد في بناء هذا المجتمع. يعني هذه الشراكة طبعا من قبل العديد من الجهات التي تأتي إيمانا بأهمية الشباب وضرورة الاستثمار الحقيقي فيهم لبناء كويت المستقبل. نشوف معكم هذا التقرير ونعود. الشباب هم عماد المستقبل والثروة الحقيقية التي لا تنضب، والاستثمار فيهم هو خير استثمار لكويت الغد. هذا هو الغرض الرئيسي من دور الإبداع الشبابي الذي تطلقه وزارة الدولة لشؤون الشباب بنسخته الثانية بشراكة حقيقية مع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع. دور الإبداع الشبابي يرعى الموهوبين والمبدعين في شتى المجالات، وأحنا كمركز صباح الأحمد نسلط الضوء على الموهوبين والمبدعين في الرعاية والورش والبرامج. وإحنا كمركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع لرعايتنا للموهوبين والمبدعين ودعمنا لهم، حبينا نشارك أو شاركنا ودعمنا هذا الدوري في الموسم الثاني بتزويد الإبداع الشبابي بمدربين مختصين في مجالات ثلاثة، هي الرياضيات والبرمجة والروبوت. دورات ستعقد عن طريق الأونلاين، كانت في النظام الحضوري ولكن انتقلنا إلى التعليم أونلاين بسبب جائحة كورونا. دوري الإبداع الشبابي ينطلق من ضرورة اكتشاف الإمكانات الإبداعية المتميزة لدى شباب دولة الكويت في الكثير من المجالات واحتضانها واستثمارها، ومن أهمها مجال الروبوت. أسسنا منهج كامل من الصفر بطريقة أنه يكون مميز ومفيد للطالب، بنفس الوقت أعطيناه جانب المرح والمتعة. المهارات اللي راح يكتسبها الطالب سواء بالمستوى الأول إلى المستوى الثالث، عندنا ثلاث مستويات، مهارات راح تأهله أنه يقوم ببرمجة روبوتات قابلة للاستخدام الفعلي بالحياة اليومية. ركزنا في هذه البرامج على إثراء وتطوير مهارات المتدربين في هذه المجالات، بحيث أن يتدربون ويرفعون قدراتهم أو يستفيدون ويتمرنون في جو ممتع عبر التعلم عن بعد. تدريب تنافس وتكريم هو باختصار ما يمثله دور الإبداع الشبابي، الذي يؤمن بأن الشباب هم فجر الأمة وغدوها المرتقب. ديما دحدال، تلفزيون دولة الكويت.